السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض دلوقتي الديسبلاي مود وايه الفرق بينهم. طيب خلينا دلوقتي نبدأ نرسم شكل. اقول لكم مثلا النجمة ديت اختار اللون بتاعها من هنا، ارسم نجمة جديدة. النجمة الجديدة دي برضو اديها لون مختلف شوية، واقدر اجي من سهم هنا اختار نظام معين للالوان، اختار منه بالشكل دوت. في اكتر من نظام تقدر تختار النظام اللي انت عايزه. طيب بعد ما اخترت النظام اللي انا عايزه اجي هنا من فيو واشوف الديسبلاي مود، هلاقي تاجل. التاجل ده يعني بيبدل بين دول، يعني النورمال هيخليها فلتر هيخليها اوت لاين. النورمال بتبدا تشوف الحاجه بالالوان بتاعتها بدون اي مشكلة خالص، والفلاتر ان انت عامل اي فلتر. طيب الاوت لاين بتبدا تشوف الخطوط بس بتاعت الاشكال، وحتى لو في تداخل بتبدا تشوف الخطوط بتاعت الاثنين بس من غير الوان ومن غير اي حاجه خالص. فلو جيت هنا فيو ديسبلاي مود وقلت له تاجل هيروح محولها لنورمال، ولو قلت له تاجل تاني هيحولها انه فلتر وهكذا. طيب لو انا عندي اي فلتر وليكن مثلا سيرسال فلتر وقلت له بلرز واخترت مثلا البلرز ديت وبدأت اغير فيها شوية، قلت له لايف بريفيو عشان نبدأ نشوف. حاجة بالشكل ديت، ده مثلا فلتر مفاتر، ونقدر نغير بالأرقام من هنا اهو اللي ابلاي كلوز. طيب لو جيت هنا في الفيو وقلت له انا عايز من غير فلتر هيجيبها لي بالشكل دوت. ممكن تقول له هتلاقي كلمة نو فلتر بدأت تظهر لك هنا فوق. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اوت لاين او عايز نورمال او عايز، تقدر تبدل بينهم.